مبلغ الله يبارك. السي جمع معتصم عضو الامن العام لحزب هذه التنميه والقيادي الذي اثر الاعتقال ديالو مجموعه من التساؤلات على سبب الاعتقال ديالو، ثم اطلاق السراح ديالو اثار كذلك مجموعه من التساؤلات. التقينا صدفه نساله عن اولا عن السبب وراء الاعتقال ديالو، ثم السبب الذي كان وراء اطلاق السراح ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل الشباب الذين يتابعون هذا الملف، ملف مدينة سلا الذي كان في إطار متابعة قضائية على خلفية سياسية مرتبطة بالصراع الذي كان على العمودية بالنسبة لمدينة سلا بين الرئيس السابق إدريس السنتيسي وبين التحالف الجديد الذي تشكل قبل الانتخابات لتشكل من أجل إنقاذ مدينة سلا من هذا الرئيس الذي طبعا استغل كل إمكانية مدينة سلا لفائدة تنمية ثروته وليس لفائدة تنمية المدينة. هذا الملف بني على أساس ملفات قديمة في 2003 وما قبل 2003، والذي أرادوا اليوم يعني بعد ما مرت 8 سنوات على أن يتم تحويله إلى ملف قضائي، ولم تكن هناك أي مبررات لكي يكون كذلك، لأنه الموضوع ديال التعمير في مدينة سلا تعرض لتفتيشية خاصة في قطعة المريصة اللي كان كيرأسها السي نور الدين الأزرق. كانت هناك تفتيشية ديال الداخلية اللي دارت تقرير في 2006. هاد 2006 لو كانت هذيك الملفات فعلا غير قانونية وفيها فساد، فكان مفروض على وزير الداخلية يقوم بعزل نور الدين الأزرق 2006، ماشي خليه حتى 2011 تتم المتابعة ديالو. ثم في 2008 جاء المجلس الجهوي للحسابات ودار تدقيق في الملفات ولم يثير أي إشكال في هذه الملفات التي يتحدث عنها، ولكن مع كامل الأسف 2010 2011 يتم تحويل هذه الملفات إلى مخالفات بل إلى جنايات، لكي يتم في نهاية الأمر الزج بعدد من المنتخبين ومن المستثمرين خاصة رجال الأعمال في مجال ديال العقار وأيضا موظفين ومهندسين. فهذا كان ملفا سياسيا وكان انتقاما سياسيا مع كامل الأسف من التحالف الذي كان ضد إدريس السنتيسي. وهل تم الاعتقال ديالكم شخصيا والذي يعني كان هو الطاغي على الملف اسم ديال الأستاذ جامع المعتصم، هل يعني تم بناء على مخالفات حقيقية أم أن هناك كان ملفا مفبركا كما يصفه حزب عدد 100؟ الملف كما نؤكد أنه مفبرك، والإشارات اللي شرت لها قبيلة كافية باش تأكد هذا، ولكن كاين الإمكانية مازال إن شاء الله في فرص ندقوا هذا الشيء كامل. لكن تم بناء يعني الاعتقال تم بناء على تعليمات، هذه التعليمات التي لم يكن فيها لقاضي التحقيق إلا أن قرأها علينا، إلا أن قرأ علينا هذا التعليم ديال أنه يعتقل الناس وأن يقوم مباشرة بعد ذلك بالحجز على ممتلكاتهم. أنا قلت لهم أنا ما عندهم علاش يحجزوا وما عندي حتى شي مشكل مع هذا القرار ديال الحجز، لكن أن يتم الحجز على الممتلكات ديال رجال الأعمال فهذا فيه إضرار بمصالح المدينة. هذوك الناس رجال الأعمال كانت عندهم مناصب شغل بالمئات، فسيتم تعطيلها بناء على هذا القرار الجائر. فلذلك هذا كانت تعليمات سياسية كان وراءها الناس اللي ضد التحالف ديال المدينة ديال سلا، واللي كان من نهار الأول يعني الشخص اللي كان وراء هدم هذا التحالف هو إلياس العمري من ليلة تشكيل مكتب المجلس ديال مدينة سلا في شتنبر 2009. إذا فهذا الشخص هو الذي كان له دور كبير في هذا، واستغل يعني إدريس السنتيسي العلاقة دياله مع هذا الشخص هذا، فأصدرت التعليمات إلى القضاء مع كامل الأسف لكي يقوم بذلك الحكم أو بتلك المتابعة الجائرة. ولماذا الآن تم الإطلاق ديال السراح ديالكم متابعتكم في حال السراح؟ أنا أعتقد أولا هذا الإطلاق ديال السراح مرتبط أولا بردة الفعل القوية اللي قاموا بها المناضلين الشرفاء والشباب بالخصوص على الصعيد الوطني، سواء على مستوى يعني المستوى الميداني أو على المستوى الافتراضي أيضا. وطبعا هذه كانت ردة فعل قوية جدا، لا شك أنها أثارت انتباه من كان بالإمكان أو من الضروري أن ينتبه إلى هذا الملف، ونوقشت وضعية هذا الملف. يمكن نقول لكم راه الموضوع هذا الملف توقف قبل ذلك التاريخ، يكفي تعلموا بلي أنه كانت المجموعة الأولى اللي احنا فيها وتم الاعتقال،
ومباشرة كان استدعاء المجموعة الثانية. المجموعة الثانية نتيجة رد الفعل تم استدعاؤها، ولكن تمت متابعته في حالة صراح، وكان هناك سيتم استدعاء المجموعة الثالثة ولم يتم استدعاؤها. إذا فمعنى يمكن نقول لكم هذا الملف توقف منذ اللحظة الأولى لردود الفعل التي قام بها الشباب وقام بها مناضل الحزب والمناضلون الشرفاء من كل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية. وما هي حقيقة ديك الهضرة اللي بدات كدور من بعد الإطلاق الصلاح ديالكم حول أن هناك صفقة بين وزارة الداخلية وحزب عدد 100 على خلية عدم مشاركة 20 فبراير؟ أنا هنا بغي نأكد أولا أنه إذا كان شي حد اللي كان غيدير الصفقة كان ممكن يديرها جمع المعتصم قبل أن يعتقد، لأن طرح علي أن أغير الحزب فيتوقف الملف. طرح علي باش نغير حزب العدالة والتنمية وسيحل الملف بدون اعتقاد، فأنا رفضت هذا واعتبرت هذا أن هذا سيكون فيه مس أولا بشخصي أنا أولا، ثم فيه إساءة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وأنا أعتبر هذا النوع من التصرف هو الذي يسيء للحياة السياسية في البلاد ديالنا، وينبغي أن ندفع الثمن غاليا لكي لا يتكرر مثل هذا الموضوع. فلذلك كنا مستعدين إذا بالنسبة لي إذا كان شي حد غادي يدير الصفقة كان ممكن يدير أنا، فكيف يمكن لحزب العدالة والتنمية يدير هذه الصفقة؟ ثم المسألة الثانية اللي بغيت الشباب ينتبهوا لها، وهو ضرورة تثمين المجهود اللي قاموا به الشباب وقاموا به المناضلين. هذاك الجهود اللي قاموا به هذه الرد الفعل القوي راه كان عنده آثار، يعني لا يمكن الاستهانة بذلك. احنا كنا الحزب كان قرر انه ينظم وقفات ابتداء من واحد، يعني نظمت الوقفة ديال 7، وبعد ذلك تقررت تنظم الوقفات ابتداء من 21 في كل الجهات ديال المملكة. اذا فمعنى رد الفعل القوي كان له تأثير. وتعيينكم في الجلسة الاقتصادي والاجتماعي؟ هذا التعيين مرتبط اولا بتمثيل نقابة الاتحاد الوطني للشغل المغرب التي قدمت المقترح ديال التعيين ديالي تما منذ غشت 2010، وبالتالي فهذا التمثيلية عندها علاقة بالنقابة وكانت سابقة على هذا الموضوع ديال الملف بصفة عامة. ولكن أكثر من هذا يمكن نقول اليوم بلي أنه تطلق الصراح ديالي لكي أشارك في هذا المجلس، وهذا كانت إشارة إيجابية يبدو أنه بعد الاطلاع على الملف وتبين أن هناك خطأ جسيم، فأعتقد أن الدوائر المسؤولة قامت بتصحيح هذا الخطأ، وهذا الخطأ طبعا لن يكتمل تصحيحه إلا ب يعني التبرئة من هذا الملف الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين ومن المستثمرين. ما هي الآن في اعتقادكم التداعيات اللي ممكن تكون ديال القضية ديال إطلاق الصراح ديالكم والمحاكمة المفترضة على الملفات بالفساد في سهلة وفي باقي المدن؟ أنا أعتقد أنه احنا مستعدين للوقوف أمام القضاء من أجل إظهار الحقيقة، وطبعا من أجل إثارة الملفات الحقيقية للفساد، ولا شك أن هذه المحاكمة ستكون مناسبة لمحاكمة الفساد الحقيقي، والذي لا شك أنه سينطلق من سلا وسيشمل بقية المدن والجماعات التي يمكن أن تكون عرضة لمثل هذه الممارسات. شكرا سي جامع، سمح لنا شديناك 2 دقائق، شديناك بزاف. شكرا الله يجزيك بخير. حياك الله، الله يعاونك، الله يجزيك بخير، بارك الله.